تحتفل أسرة جمعة عبيد حسن بذكرى المولد النبوي الشريف، وذلك تحت شعار قوله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، مناسبة حضرها عدد من الأئمة والمشايخ وحفظة كتاب الله. واستهل الحفل بكلمة اللجنة المنظمة التي رحب فيها بالمدعوين الذين حضروا هذه المناسبة الدينية. ممثل بعثة الأزهر الشريف الدكتور أحمد رمضان قال إن هذا الشهر هو تذكيرا للمسلمين بوجوب حب رسول الله. تتجدد أشواق المحبين وأقلام الكتاب والمؤلفين وألسنة الخطباء والواعظين احتفاء واحتفالا بسيد النبيين وإمام المرسلين صلى الله عليه وسلم. كما شهدت المناسبة فقرات متنوعة للمادحين لرسول الله بقصائد نبوية تجسد صفات المصطفى عليه السلام وأتم التسليم. يقيني يقيني رائحا فيك غاديا، لا إله إلا الله. يقيني يقيني رائحا فيك غاديا، لا إله إلا الله. عمدة الدائرة الخامسة صالح جوجة أشار إلى أن مثل هذه المناسبات تبين محبة المسلمين لرسول الله واتباع سنته. أما النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الشيخ عبد الدائم عبد الله عثمان قال إن هذه الاحتفالات المتتالية تدل على أن المسلمين في تشاد من المحبين للحبيب عليه الصلاة وأفضل السلام. هذه علامات تدل على أن المسلمين في هذا البلد لهم حب عظيم في رسول الله، وهذا ليس بجديد إلى التشاديين. منذ طفولتنا ونحن نحضر مع العلماء وحفظ كتاب الله والدعاء لهذا البلد يقيمون هذا الاحتفال. إن هذه المناسبة الدينية شارك فيها عدد كبير من رؤساء المجالس الفرعية بمختلف ولايات البلاد، وكذا بعض المشايخ من ضواحي العاصمة أنجمنا.